استنى نبلش نفوت على البرنامج، قبل ما نفوت على البرنامج بدنا نعرف ان يكون عندنا احنا جهاز، وهذا الجهاز بدنا نستخدم به برامج الاوفيس. طيب اذا اتفقنا لغايه الان انه يكون في عندنا 5 واجبات على 25 علامه، ونلغي شغله اللي هو الكويزات، رغم انه الكويزات ترى مفيد لكم، تسهلكم انه الاسئله معظمها بتيجي بالنت وبالايش؟ بتيجي بالفاينل، يعني معظم الاسئله اللي بتيجي بالكويزات بتيجي بالنت، بس انتم حرين خياركم. طيب طيب الان عادي دكتور اعملهم ميكس يعني هيك. والله على كيفكم، ماني قلت لكم الكم الخيار. طيب على المايكروسوفت اوفيس نفسه اللي وفر لنا اياها، او اللي التمبليتات اللي احنا بننزلها اونلاين بامكاننا احنا نحتفظ بها، ويتم ايضا التمبليتات او القوالب اللي بيتم استخدامها من خلال اللي هو الاونلاين بامكاننا احنا الجهاز نفسه او التطبيق نفسه يحتفظ هاي بالتمبلتس، بحيث انه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله رايحين نبلش بالوحدة رقم 2 اللي هي وحدة الوورد، ووحدة الوورد هي صحيح واحد من البرامج اللي واحد من البرامج اللي بنستخدمها بالأوفيس. طبعا مايكروسوفت أوفيس للي ما بعرف أكيد، بس كلنا عندنا معلومات. المايكروسوفت اوفيس في مجموعه من البرامج، تقريبا 7 برامج زائد الاكسسوارز، وهسه رايحين نشوف. معالج الكلمات الوورد، احنا الفصل هذا رايحين نعطيك الوورد اللي هو 2007. طبعا الوورد 2007 زيه زي الاصدارات السابقه، لكن في عندنا بصير احيانا تحديثات. التحديثات دائما بتتم على انه بصير في عندنا الناس اللي بيستخدموا هاي البرامج بكثره، احيانا بشوفوا انه لازم يكون في اضافات لهي البرامج، فبيقترحوا للناس اللي بيصمموا هاي البرامج، اوكي، اللي هي شركه مايكروسوفت اوفيس، وبيزيدوا اللي هو التحسينات. وهذا الفرق ما بين إصدار وإصدار، ما بين إصدار وإصدار. إذا برنامج معالجة الكلمات الوورد بروسيسنج هو من أفضل البرامج المستخدمة حاليا في معالجة النصوص، يتميز به كثير من الإمكانيات التي تجعل المستفيد يحصل على مستند غاية في الدقة والتنسيق. لهيك أصدرت شركة مايكروسوفت العالمية لصناعة البرمجيات البرنامج المايكروسوفت وورد، زي ما حكينا هو واحد من مجموعة برامج الأوفيس، واحد من مجموعة برامج مايكروسوفت أوفيس. طيب في عندنا برامج أخرى مثل الإكسل، وفي عندنا مثل الباوربوينت، وفي عندنا مثل اللي هو الأكسس، وفي عندنا الشيربوينت وإلى آخره. الميزة في هاي البرامج إنها بتقدر تتفاهم مع بعضها البعض. كيف يعني بتقدر تتفاهم مع بعضها البعض؟ يعني اذا انا بشتغل قاعد بسوي برساله اللي هو التخرج، مشروع التخرج على مستوى البحث، اذا بسوي مشروع تخرج بقعد بكتبه على الوورد. الان احتجت اني ادخل بالرساله، ادخل بالرساله تبعتي لجداول. هاي التداول احنا افضل شيء لازم نصممها، واللي رايحين نتعلمه احنا الفصل هذا ان شاء الله داخل نصممها باستخدام برنامج اللي هو الجداول الالكترونيه الاكسل. بعد ما اصممه من خلال برنامج الدوله الالكترونيه الاكسل، بروح مسوي له عمليه احضار جلب اللي هو صفحه الوورد، وبحطه بالملف تبعي بالوورد، فاصبح اني بستخدم برنامجين في نفس الوقت، بستخدم الاكسل وبستخدم الوورد. كذلك نفس الشيء بباقي البرامج اللي هي الباوربوينت او الاكسس، بامكاننا احنا نستخدم هذول البرامج، نستفيد من الميزات الموجودة في كل برنامج، ورايحين نتعرف عليهم in details
معظم رايحين نتعرف على الوورد والاكسل وواحد اكسس الان البرامج الوورد طبعا لها مميزات كثيره، ومميزاتها طبعا بتساعد في عمليه انه احنا نحرر نصوص باستخدام هذا البرنامج حسب الحاجه، حسب ما احنا بدنا اياه. لو ايش احنا بدنا اياه؟ احنا قاعدين نكتب خطاب، نكتب رساله، نكتب مشروع، نكتب مشروع تخرج، نكتب مشروع لماده معينه الى اخره. طيب نتعرف على مميزات برنامج معالج النصوص بالتفصيل. اول ميزه اللي هي امكانيه تغيير انواع الخطوط، يعني رايحين نلاحظ كمان شوي بعد ما نفتحنا برنامج وورد انه في عندنا انواع مختلفه من الخطوط، والخطوط هاي بامكاننا احنا نستخدم اللي هو احجام مختلفه، وايضا بامكاننا نستخدم اللي هي الوان مختلفه. اذا صار في عندنا قدره ان نستخدم انواع خطوط مختلفه، بامكاننا نستخدم الوان مختلفه واشكال واحجام مختلفه. حتى اذا احنا مثلا على سبيل المثال رابطين الكمبيوتر تبعنا او الجهاز تبعنا اللي بنستخدمه على اللي هو طابعه كبيره اللي بتطبع لنا اللي هو اللوحات والدعايات، بامكاننا احنا من خلال اللي هو استخدام الوورد انه احنا نطبع هاي اللوحات، بدل ما كان في عندنا قديما اللي هو استخدام يدوي انه احنا نسوي اللوحات هاي الاردانيه، بامكاننا احنا نستخدم البرنامج الوورد من خلال الكمبيوتر من خلال ربطه مع اللي هو طابعه كبيره. ايضا من خصائص الرئيسيه لبرنامج الوورد انه بامكاننا احنا نحط الصوره اللي بدنا اياها، سواء كان بالملف تبعنا الصغير او اللي هو الاكبر منه. ايضا بامكاننا نحط رسم هندسي، رموز ورايحين نتعلم من كل نظور، او تعليق او وصله لمواقع اللي هو الانترنت، يعني رابط مواقع الانترنت. ايضا امكانيه ادراج جداول وتعديل مساحات الخانه وشكل الخط وطريقه الكتابه الافقيه والراسيه، برضه رايحين نتعلم كيف ندرج الجداول من خلال برنامج الوورد نفسه، او من خلال ادراج برنامج اللي هو استخدام الاكسل زي ما حكيت لكم في المقدمه. ايضا من الخصائص الرئيسيه في برنامج الوورد امكانيه القص واللصق من مكان الى اخر داخل الرساله الواحده. طبعا هذا معظمكم بيستخدموه انه فيما اذا بدك تستخدم جمله تكررها اكثر من مره داخل النص تبعك بامكانك تسوي لها عمليه اللي هي القص واللصق. امكانيه وضع التاريخ وقت كتابه الرساله او بتحديد يومي. طبعا هاي انت الخيار لك حسب ما انت بدك، بامكانك انه تثبت التاريخ في الوقت اللي انت انشات فيه الماده هاي اللي بدك تكتبها بالوورد، او انه انت اذا بدك تستخدمها لاكثر من توقيت، يعني بدك تستخدمها الفصل هذا، بدك تستخدمها الفصل الجاي، الفصل اللي بعديه. بدل ما كل مره انه انت تحدث التاريخ يدويا، في عندنا خيار باستخدام الخيار هذا بامكانه التوقيت اللي موجود عندنا على الدوكيومنتس انه احنا نحدد التاريخ الفلاني. ايضا المستند كامل بشكل عام بامكانه احنا نحط يعني نحط له اطار بما يتناسب مع الشغل تبعنا، يعني تكتب الدوكيومنت ده مثلا مشروع التخرج بيختلف عن لما تكتب رساله لرئيس الجامعه او لرئيس القسم او لرئيس العميد التنفيذي تبعتك، رساله نسميها رساله موجهه مثلا لاي دائره حكوميه، بتختلف من حيث الاطار اللي انت بدك تستخدمه من هون لهون. طبعا وهذا بيعتمد على الشيء اللي انت بدك تطلبه لمين بدك توجه هاي الرساله او هاي الدكتور. ايضا لما يكون في عندنا الكتابات مهمه تحتوي على قيمه علميه عاليه او تحتوي على سريه عاليه، بامكاننا احنا نستخدم ما يسمى بالعلامات المائيه. العلامات المائيه هاي اذا بتلاحظوا بتكون خلف النصوص، خلف النص الرئيسي، يعني خص الخط الرئيسي بيكون خط غامق، العلامه المائيه بتكون بالخلف بالباك جراوند تبعت الصفحه بخط خفيف لكن يميز اللي انشا هذا المستند، من هو انشا المستند؟ هل هي دائره حكوميه؟ هل هي مؤسسه علميه؟ هل هي شخص
باحث، شخص ماجستير، دكتوراه، بكالوريوس، هاي بتحتفظ بالحقوق النشر لصاحب الكتاب نفسه. استخدام الخلفيات الملونة واستخدام القوالب المدرجة، طبعا هذول من الأشياء التجميلية اللي احنا بنستخدمها، يكون في عندنا خلفيات ملونة. بالنسبة للقوالب، هاي القوالب احنا بنستخدمها بدل ما احنا نقعد نصمم من الصفر، وفي ناس عندهم إمكانية للتصميم وفي ناس ما عندهم إمكانية للتصميم. فجميع برامج الأوفيس صار في عندها قوالب جاهزة بإمكانك أنت تستخدمها وما تغلبش حالك، وتستخدم القالب اللي بيناسب الشغل تبعك، يعني شو عليش بتشتغل أنت تختار القالب اللي بدك إياه، تصحيح اللغة والنحو والمستند. طبعا هذا ممكن أنه تفعيل هاي الخاصية أو عدم تفعيلها أثناء كتابتك على الديكيومنتس تبعتك، بصير في عندنا تصحيح لغوي، تصحيح لغوي. تغيير حالة الأحرف الإنجليزية ملم حاجة اللي هو المستخدم. حالة الأحرف من كابيتال لسمول لتر، ممكن يكون في بداية كابيتال، ممكن تكون كل الكلمة كابيتال، ممكن تكون كل الجملة كابيتال إلى آخره، حسب الحاجة اللي أنت بدك إياها، حسب الحاجة وحسب الاستخدام اللي أنت قاعد تستخدم. الآن خلنا نبلش نفوت على البرنامج. قبل ما نفوت على البرنامج بدنا نعرف انه يكون عندنا احنا جهاز، وهذا الجهاز بدنا نستخدم به برامج الاوفيس. شو المتطلبات اللي لازم تتوفر بهذا الجهاز؟ اول شغله مهمه جدا اللي هي معالج الكمبيوتر. معالج الكمبيوتر طبعا اذا انت بتستخدم السمارت فون تبعك، المعالجات كلها حديث، يعني ما في عليك. الان اذا بدك تستخدم البي سي او اللابتوب لازم يكون بنتيوم 4 فما بعد، يعني الفيرجن. الذاكره لازم تكون اقل شيء مينيمم 256 ميجا بايت، والقرص الصلب اللي اخذناه بالوحده الاولى لازم يكون يتوقف ذلك على المكونات اللي تستخدم تركيبها ضمن البرامج، الا انه يفضل وجود مساحه يعني فاضيه حتى انه انت تحمل البرنامج هذا الكورد او المايكروسوفت اوفيس، لازم يكون ات ليست يعني اقل شيء 150 ميجا بايت حتى يسع البرنامج ويسع الملفات اللي انت بدك تنشئها، سواء احتفظت بها على قرص الصلب او على اي وسيله حفظ اخرى اخذناها بوحده الاولى. نظام التشغيل طبعا لازم يكون اللي هو الويندوز اكس بي فما بعد حتى تشغل الاوفيس 2007 تحديدا. الان اذا بدنا نستخدم اكثر من 2007، نفترض انك تستلم اوفيس 2010، لازم تكون عندك مينيمم على الاقليه هاي المتطلبات، لكن ممكن احيانا تتطلب البرامج الاحدث من هيك يكون في عندنا زياده، سواء كان في السعر او سواء كان في عندنا الذاكره او سواء كان في عندنا في اللي هو المعالج. طيب خلينا نبلش الان نشوف احنا كيف بدنا نشغل البرنامج. كيف بدنا نشغل برنامج اللي هو الوورد؟ طيب الان صار في عندنا اللي هو شايفين الستارت منيو تبعتي هون، شايفين الستارت منيو تبعتي هون اللي معي بالمحاضره شايفينها؟ دكتور اوكي. الان من الستارت منيو، من الستارت منيو بنروح اللي هي قائمه ابدا، نضغط عليها. مجرد ما ضغطنا عليها راح تفتح لنا شاشه جديده. الشاشه الجديده هاي فيها اللي هو جميع البرامج او اول بروجرامز، نضغط على اول بروجرامز او ناشر عليها قليلا بيفتح لنا اللي هو صفحه جديده، بيفتح لنا صفحه جديده. الان بدنا نشوف وين موجود اللي هو عندنا بالكمبيوتر تبعنا او الجهاز تبعنا بالاوفيس، بنروح على المايكروسوفت. الان لاحظوا عندنا اللي هو البرامج اللي قلت لكم عنها السبعه الرئيسيات الموجوده في اللي هو الاوفيس تبعنا. في عندنا مايكروسوفت اوفيس اكسس، مايكروسوفت اوفيس اكسل، الانفوباث، والاوتلوك، والباوربوينت، والبابليشر، والوورد،
واخيرا في عندنا اللي هو مايكروسوفت اوفيس تولز اللي موجود فيها برضو عدد من التطبيقات اللي احنا ممكن نستخدمها زي ديجيتال سيرتيفيكيتس، مايكروسوفت تيب اورجنايزر، مايكروسوفت اوفيس فاينانشال لانجويج، مايكروسوفت اوفيس لوجيستكس، والمايكروسوفت اوفيس بيكسر مانجر. هذا اللي هو محرر الصور في الاوفيس تبعك. طيب احنا موضوعنا نسولف عن الوورد، فنروح على الوورد على الايقونه تبعت الوورد نضغط عليها رايح تفتح عندنا صفحه. اذا هاي هي الطريقه الرئيسيه والمتعارف عليها انه كيف بدنا نفتح الوورد. الان فتحت عندنا كلنا صفحه الوورد، في حدا فتح صفحه الوورد على الجهاز قدامه على الشاشه؟ فتحت دكتور. طيب جميل، نشوف طريقه ثانيه من نفس الشيء من ستارت منيو. فيما اذا لو انت بتستخدم بعض البرامج باستمرار رايح يتم حفظ البرنامج اللي بتفتحه باستمرار على القائمه الرئيسيه، على القائمه الرئيسيه. فلاحظوا عندنا هون في عندنا مايكروسوفت اوفيس 2007 يعني اللي بستخدمه باستمرار رايح يفتح لك البرامج اللي هي انت فتحتها اخر مره. هو ليه؟ الان اذا ما بكيش تستخدم ولا واحد من هذول، فكيف تستخدم ولا واحد من هذول، تستخدم شيء جديد بتروح على نفس الايقونه اللي موجوده عندنا هون وتضغط عليها تفتح لك نفس الشيء. الان سريعا بدنا نمرق على المكونات للصفحه اللي موجوده عندنا هون سريعا بدنا نتعرف عليها بعدين نيجي لهن ان شاء الله بالتفصيل وحده بوحده. ايضا في عندنا طبعا طرق اخرى قبل ما نبلش في التفصيل عن شو اسمه عن كيفيه انه احنا بدنا نفتح مستند او ملف او عده مستندات. مشان نفتح مستند فارغ طبعا بنروح على اللي هو الايقونه هاي الموجوده عندنا بتمثل اللي هو اشاره الاوفيس، ومن اشاره الاوفيس بنضغط عليها لما نضغط عليها تطلع عندنا عدة خيارات نختار خيار الديكومنت، يعني احنا بدنا نفتح وثيقة جديدة، وثيقة جديدة نختار عليها نضغط عليها رايح تظهر عندنا وثيقة جديدة. الآن رايح يظهر عندنا شاشة جديدة. من الشاشة الجديدة هاي احنا بإمكاننا نختار الخيار اللي بدنا إياه، سواء كان على مستند قالب موجود عندنا او على شيء موجود احنا اشتغلنا عليه سابقا تمبلت سابقا او دوكيومنتس اصلا موجوده ومحفوظه عندنا على اللي هو الجهاز. اذا رايح تظهر عندنا الشاشه هاي، ومن الشاشه هاي بنختار النيو، ومن النيو نختار ننقر نقر مزدوج يعني نقرتين متتاليتين سريعتين ورا بعض عن بعض على اللي هو فوق مستند فارغ اللي هو ثم مستند فارغ اللي هو البلانك ديكومنت. لاحظوا عندنا مطلع بلانك ديكومنت ونيو بلوك بوست. اي نيو بلوك بوست بعدين نسولف عنها. خلينا نيجي على اللي هو البلانك ديكومنت نضغط عليها مرتين متتاليات برضه نفس الشيء فتح عندنا ايش؟ نفس الديكومنت، يعني الطريقه السابقتين اللي استخدمناها في عمليه فتح الوورد ديكومنت برضه في هاي الحاله فتحت عندنا اللي هو بالطريقه رقم 3. الان اذا بدنا نستخدم قبل شوي قلنا لكم من الخصائص الرئيسيه انه انت بامكانك تستخدم قالب جاهز عندك موجود بدل ما انت تقعد تصمم من الصفر تحط الاطار تبعه وتحط التاريخ وتحط الراسيه الى اخره الى اخره وانواع الخطوط اللي بدك تستخدمها. بامكانك انه انت تستخدم تمبلت جاهز. تمبلت جاهز يعني قالب موجود عندنا جاهز مصمم طبعا مش مني، مصمم من قبل اللي هو الشركه اللي صنعت اللي هو البرنامج هو حطت لنا قوالب. هاي القوالب بتكون جاهزه عندنا بامكاننا احنا نستخدمها بكل سهوله. نفس الشيء على اشاره الاوفيس بنروح عليها بننقر عليها ومنها بنروح على اللي هو النيو. الان لاحظوا عندنا شو في بالنيو، في عندنا الانستول تمبليتس والماي تمبليتس نيو فور اكزيستنج الى اخره. في عندنا الصحيح خيارات كثيره
وايضا في عندنا مساعده اللي هي المايكروسوفت اوفيس اونلاين، يعني بامكانك انت تستفيد منها من اونلاين. الان هنشوف الانستولد تمبلتس، نضغط عليها شوف شو بعطينا. لاحظوا عندنا اعطانا عده قوالب، وكل واحد من هاي القوالب احنا بنستخدمه لاشي معين. مثلا على سبيل المثال هذا فاكس، على سبيل المثال هون عندنا الايكوتي ميرج ديتا، ايكوتي ريبورت، ايكوتي ريسيوم، ميديم فاكس، ايكوتي ميرج فاكس ديتا، الى اخره. اختار اللي هو الايكوتي ديتا، شوف هذا هي موجوده عندنا هون. الان احنا بامكاننا نسوي عمليه كرييت نيو انفلونس او نيو تيمبلتس حسب ما انت بدك اياه. بتضغط عليها بتختار بتفتح لك. انت الان لاحظ عندنا لما انت بدك تكتب هاي الرساله ما فيش داعي، بس عباره عن انه انت تعبي المعلومات اللي موجوده هون حسب الشيء اللي انت بدك اياه، والباقي كله موجود عندنا، الراسيه موجوده عندنا، الاطار موجود عندنا، المسافات على اليمين واليسار موجودة عندنا، نوع الخط موجود عندنا، فما فيش داعي إنه أنت تسوي أي شيء على هاي الدنيا. طيب الآن نتعرف على الأونلاين، نشوف شو من كان إحنا من خلال الأونلاين. بس طبعا لما بدك تروح على الأونلاين هون ضروري جدا انه انت تكون وين؟ شابك على الانترنت، شابك على الانترنت. اذا ما كنت شابك على الانترنت ما بتقدرش نشوف البروشورات والخدمات اللي نشوف شو في عنده خيارات اونلاين. الان اذا كان الاوبس عندك مش ابديت يعني حدد اخر اصدار، راح يقول لك انه حتى تقدر تستخدم الاوبشن هذا لازم يكون عندك اللي هو لكن اذا بتفوت على الاونلاين بقول نفس الشيء، في عندنا خيارات كثيره، ومن خلال الخيارات الكثيره هاي اذا كان عندك الاوفيس محدد لاخر اصدار بامكانك انت تنزل التمبلتس اللي بدك اياه اونلاين، بامكانك تستخدم تنزله اللي هو اونلاين. طيب طيب اذا اتفقنا لغايه الان انه يكون في عندنا 5 واجبات على 25 علامه، ونلغي شغله اللي هو الكويزات، برغم انه الكويزات ترى ولا اللي هو الواجبات مشان نقرر، يعني مشان نكون عدل بالاختيار، ما نكونش زي ما تقول نفرض فرض على اساس نساعدكم بس. طيب الان بنتابع المحاضره تبعتنا. بالنسبه للقوالب، القوالب اللي احنا بنستخدمها سواء كانت القوالب الجاهزه اللي موجوده على المايكروسوفت اوفيس نفسها اللي وفر لنا اياها، او اللي التمبلتات اللي احنا بننزلها اونلاين، بامكاننا احنا نحتفظ بها، ويتم ايضا التمبلتات او القوالب اللي بيتم استخدامها من خلال اللي هو الاونلاين بامكاننا احنا الجهاز نفسه او التطبيق نفسه يحتفظ هاي بالتمبلتس، بحيث انه احنا باي وقت من اياه بامكاننا ان نحن نستخدم هاي القوة. بيان هيبعت لك على الواتساب بدك تستعمله او ما طيب ما وصلت. طيب خليه على الخاص ولا لو سمحت، خذوه على الخاص، ودوا على الخاص على الواتس مشان نكمل المحاضرة. طيب اذا قلنا انه بامكاننا التمبلتات اللي بننزلها اونلاين نحتفظ بها، بامكانه التطبيق نفسه يحتفظ لك بها انك تستخدمها مره ثانيه. الان اذا انت بدك تفتح ملف موجود على الجهاز، اصلا يعني ملف الوورد موجود عندك على الجهاز، شو اللي بدك تسوي؟ كل ما هنالك انه بدك تروح على، ركزوا معي، بدك تروح على اللي هو
إشارة الأوفيس اللي موجودة عندنا هون، إشارة الأوفيس اللي موجودة عندنا هون، ومن إشارة الأوفيس اللي موجودة عندنا هون بدنا نختار اللي هي الأوبشن أو الخيار اللي هو مش نيو، فأمنا ننتقل للخيار الثاني اللي هو أوبن. نضغط على أوبن، الآن بدنا نختار المكان اللي مخزن به اللي هو الوثائق تبعتنا اللي مكتوبة في الوورد، مكتوبة في الوورد. الآن بإمكاننا أن نختار ديسكتوب، بإمكاننا أن نختار إذا نزلنا الداونلودز تكون موجودة على الداونلودز، أو بإمكاننا إحنا نروح على اللي هو الكمبيوتر بالأقراص المختلفة سواء كان على السي أو على الدي أو على، لكن السي كونه إحنا ما بنستخدمهوش بيكون في اللي هو نظام التشغيل، فبنخليه نترك ونشوف على اللي هو الدي، نروح على الدي بنضغط على الدي ديسك لوكال ديسك دي، نشوف شو بيطلع عندنا. الآن من الدي بنشوف شو في عندنا على الفرصة محتفظين احنا ب اللي هو ملفات وورد احنا اشتغلناها، ملفات وورد احنا اشتغلناها. مثلا عندي موجود انا محتفظ بالجروب اند فيديوز ماي بروتوكولز واللي هو البي سيكتور. الان بتختار اي واحد منهم انت بدك تشتغل عليه، يعني مجرد ما فتحته بدك تشتغل عليه او انه بس بدك تقراه. مثلا نموذج واحد نفتحه، بدك تضغط عليه مرتين كليك رايت تو توايس تفتح عندك اللي هو الملف، لأن كاتب في الحادث كثير صار بلوك كبير. المهم هاي اللي هو النجس. الآن هذا النموذج رقم واحد اللي أنا محتفظ فيه على الجهاز. طيب لغاية هون احنا ننهي محاضرتنا لليوم، بس قبل ما ننهي المحاضرة رايحين ناخذ الحبوب والبيض، رايحين ناخذ الحبوب والبيض، بس يعني تمشوني دقيقة بس تفتح الصناعة الجديدة على الحبوب والبيض.